السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الفيديو هذا. كيف ما شفنا في الفيديو السابق ان الازاحه او في التحويلات الاعتياديه شفنا الازاحه، واضح. دابا غادي نشوفوا التحاكي. التحاكي واضح. دونك شنو كنعنيو حنا بهذا التحاكي هذا؟ ما عليناش. هذا التحاكي هذا هو اصل ديالو هو الازاحه، يعني نفسها، يعني نفس البرينسيپ ديال الازاحه. اصلا الازاحه حتى هي جايه اصلا من لا سيميتري، يعني مماثل نقطه او مماثل. دونك لا سيميتري سنترال ولا سيميتري اكسيال، يعني المماثله بمركز ولا بواحد لاكس. ما عليناش. دونك التحكي شنو هو؟ دونك التحكي كنرمزوا ليه او كيكون عنده واحد المركز، هو اول حاجه له مركز او مركزه اوميغا، كيكون عنده واحد المركز وكتكون عنده واحد النسبه، ياك، ونسبته كا، ياك. دونك كنرمزوا ليه ما عليناش، هو اش اومي تي سي، اومو تي سي المركز ديالو هو اوميغا والنسبه ديالو هو كا، ياك. ديالاش ديال النقطة M كيساوي ليا M بريم، واضح. نفس البرانسيب، يعني إلا قلنا سيدي أوميغا هو المركز ديالو بادي ليا من هنا، ونفترض أن M هي هادي، دونك الصورة ديال M بهاد التحكي هذا الذي مركزه أوميغا ونسبته كا، يعني كنحاول كيساوي ليا هو كا فوا أوميغا. دونك أوميغا M بريم غتساوي كا فوا أوميغا M، واضح. يعني من اوميغا حتى الام بريم كيساوي ك في اوميغا ام، مفهوم؟ يعني ديك النسبه، يعني كي ك ينتمي الى اغ، يعني يقدر يكون يساوي واحد جوج ان دومي على حسب. ناخذ كمثال، يعني وكيكون على فكره انه كيكون على نفس الحامل، واضح. دابا هذه لا بروبريتي ديال هذا التحكي هذا، يعني كيكون في نفس الحامل، بالعكس ديال الازاحه. نقدر ناخد هذه المتجهه هذه وناخد البوان، واعطيني الازاحه ديال هذيك النقطه بالمتجهه اوميغا ام. غير دابا التحكي عنده واحد النقطه صامده اللي كتسمى اللي هو المركز، واضح. دونك كتبقى هاد اوميغا فيكس، وكنقلب على الصور ديال اللي بغيت. يعني خديت هنا ام بحيث اوميغا هذه، ماشي مشكل. خدينا دابا هذه هي ام بريم، واضح. دونك ام بريم هي صوره ام بالتحاكي الذي مركزه اوميغا ونسبته ك. نفترض ان اوميغا ام، اوميغا ام بريم كما كتبنا هنايا، اوميغا ام بريم كتساوي واحد ك فوا اوميغا ام، واضح. كما قلنا خدينا واحد النقطه ا هنا، وقلنا بان سيدي اوميغا ا بريم، يعني ا بريم هي صوره ا بالتحاكي الذي مركزه اوميغا ونسبته، خدينا واحد جوج فوا اوميغا ا، واضح. يعني غادي نحاول نضرب هذه المتجهه في جوج، ويعني كما قلنا بان كناخذ نفس الحامل، يعني كنوضعها على نفس الحامل، يعني كنضرب هذه جوج مرات، كناخذ لو كومبا وكنضرب، يعني البركار وكنضرب، مفهوم الشباب؟ دونك سي ا بريم، واضح. دونك ا بريم هي صوره ا بالتحاكي الذي مركزه اوميغا ونسبته اثنان، واضح الشباب؟ دونك هذا هو التحاكي. هذاك غير كتذكير للتحاكي شنو كنعنيو به. الى جينا سيدي خدمنا في العدد العقدي، هو نفس البرانسيب. خدينا سيدي ام هي اللاحق ديالها هو زد، و ام بريم هو زد بريم، ياك. و اوميغا خدينا هو اوميغا، اللاحق ديالو هو هاد البتيت اوميغا، واضح. دونك نستعملوا نفس هاد الخاصيات. لدينا ان اوميغا ام كتساوي ام بريم كتساوي ك في اوميغا ام. دونك هادشي كيعني ليا ان بغيت نكتب هذه المتجهه على شكل الحاق ديال، يعني اللاحق ديال شنو هو؟ قاعده هي زد ديال ام بريم اللي هو زد بريم، يعني زد بريم موا اللاحق ديال اوميغا سي تيت اوميغا كيساوي كا كيبقى غير في سكالير عدد عادي كنعاود نكتبه، مضروبه فاش في اوميغا ديال او زد ديال ام. دونك زد ديال ام هو زد موا اللاحق ديال اوميغا اللي هو بتيت اوميغا، واضح الشباب؟ دونك هذه كقاعده، دونك هذه هي القاعده ديال التحاكي، واضح.
Donc z prime moins oméga est égal à k fois z moins oméga. Vous mes chabab. Donc غادي نشوفوا خاصيات وغادي نشوفوا الخدمه ديال هاد التحكي كيف كتنفعنا وغادي نشوفوا داكشي كامل ما عليناش. دونك الى قسمنا هاد زد بريم موان اوميغا سيو زد موان اوميغا كيساوي ديريكتومون اللي هو كاي، هادي ديتو هاد لابارتي هادي واضح. دونك الى حسبت لارغيمون غيعطيني هذا كا سكالير، يعني لارغيمون ديالو كيساوي زيرو فهم، حيتاش اصلا المتجهه اوميغا ام اوميغا ام بريم على نفس الحامل، يعني ما كاين حتى شي زاويه كتخلق ما بين هاد جوج متجهات، ما بين المتجهة اوميغا ام بريم والمتجهة اوميغا ام. واضح الشباب؟ يعني اصلا درت لارغيمون يعني كيساوي زيرو، دونك هذا ينتمي الى ار يعني حقيقي صرف كيف ما كنقولوا. مفهوم الشباب؟ دونك باش تكون واحد الزاوية يعني خصو ينتمي للمستوى العقدي، يعني خصو يعطينا واحد ينتمي الى اي ار ولا يعطيني واحد الزاوية بالضبط. مفهوم؟ هادشي اللي كاين الشباب في التحكي. ندوزو الفيديو اخر ديال الدوران. واضح الشباب؟ المهم خليتكم على خير والسلام عليكم.